السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يوم جديد وجولة جديدة. جولتنا النهاردة هتكون من محطة مترو العتبة اتجاه عدلي منصور. فيديو النهاردة هيكون عند نور لاين، متخصص في العبايات، معانا مقاسات لحد 5 و6 اكس. هنشوف كل ما يخص العبايات، الكريب والحرير السبورت والعادي، معانا حاجات زي الدريسات، معانا ملاحف برضو، معانا ملاحف سوارهات، معانا ملاحف عادية، ملاحف سبورت، كل حاجة هنشوفها في الفيديو. اسعار وخامات ومقاسات والرقم التليفون هسيبه لكم ظاهر طول عرض الفيديو على الشاشة للتواصل، وهسيب لكم العنوان في اول تعليق مثبت. بس انزلوا حالا حالا اضغطوا على اللايك الجميل عشان الفيديو يوصل معانا لاكبر عدد من الناس، وخير الناس انفعهم للناس. ونبدا الجوله على بركه الله. ازيك يا استاذ حسن؟ جميل. الاسعار بدا من كام؟ $280 و$300. اعلى حاجه في المكان 300 وبدأ الاسعار 190. هنشوفها مع بعض ان شاء الله. هنبدا بايه العبايات؟ ماشي، نبدا بال 190. بصوا حاجه زي كده، ده ينفع منتقبات قوي امهاتي، صح؟ تمام. بصوا يا فيها شريطه ستان والخامه كريب، بس حلوه وتلبسها حلو. يعني بدل 280 بقت كام؟ بقت ب 190. تمام. المقاسات عندكم عموما لحد كام يا استاذ حسن؟ لحد 6 اكس كل الموديلات؟ في وفي. طيب تمام. دي برضو حلوه قوي، دي برضو بقى سعرها كام؟ 190 بدل 280 ب 190. عايزه اقول لكم ثبت لنا وشها، دي فيها شغل ستان برضو والخامه تحفه. لا ده مش ستان، ده جلد، ده فيها جلد حلو قوي، جديد قوي الجلد ده، والزراير دي ديكور مش بتتفتح عشان بس ايه، حلو قوي. دي قلنا ب 190 جنيه برضه. تمام. في حاجه الوان برضه، عايزين نقول عرض ال 190 كتير قوي، بس احنا بنوريكم بعض الحاجات الموجوده. اه في ده منها الاسمر وفي الالوان، صح؟ عامله برضه 190 ومقاساتها لحد 5 اكس. تمام. في حاجه زي كده برضو، دي برضو عرض ال 190. دي الكم القرطاس اللي بيقولوا عليها، صح كده؟ لا بتاعها مختلف من تحت. دي حرير مش كريب. دي الورد ده اللي بيختلف، يعني الورد ده ابيض، بصوا من على الكم كمان شكلها تحفه. ودي برضو مقاساتها لكام يا استاذ حسن؟ لحد 4 اكس. تمام، حلو قوي. ده سوارهات دي. تمام، حلو قوي. دي سوارهات شكلها تحفه، قلنا عامله كام دي برضو؟ 190. كل الحاجات دي كسر اسعار، اعذرونا بس المكان زحمه. دي حرير صح؟ تمام. اه حلوه دي برضو 190. دي برضو دي ب 190 شكلها تحفه. عايزه اقول لكم فيها كميه جوبير من تحت بمبلغ لوحده. ودي حرير في جاكار، صح؟ صح كده، ده جاكار حلو قوي والخامه تحفه وعلى الكم. دي مقاساتها لحد كام برضو؟ لحد 3 اكس، عامله 190. تمام. بصوا حاجه زي كده برضو نفس السعر 190. تمام. مقاسات طيب عشان بيسالوا 4 اكس. تمام، عشان في حاجات 4 وفي 3 وفي 5، في حاجه زي كده حلوه قوي. دي تمشي في منها مقاسات كبيره اكيد، دي عشان تمشي امهاتي شويه قوي، شكلها تحفه. دي برضو 190 جنيه. عايز اقول لكم الكم بتاعها فيه شغل تحفه، دي حرير والكم تطريز، ومن هنا برضو نفس الشغل اللي على الظهر هو اللي على الكم، حلو قوي. دي برضو عرض ال 190 جنيه. تمام، ده كله عرض ال 190. حلو قوي، موديلاته كتير قوي. برضو دي 190 شكلها تحفه. المسترده ده بيتغير اللون ده، كشمير وابيض في اسود، وحاليا هو الموجود المسترده. تمام. والثانيه دي برضو تمشي منتقبات قوي 190. تمام. بصوا شكلها حلو، في مقاسات كبيره منها. دي سوسته للاخر يا جماعه عشان اقول لكم، وستان يعني بصوا السوسته لحد تحت تتفتح كمان معاكم تبقى زي البلورو كده. تمام، حلو قوي، وفيها شريط ستان من على الكم ومن على الصدر. تمام، 190. دي السبورت بقى، الاديداس، عامله 190 برضه. تمام، ثانيه واحده. بصوا دي اللي هي السبورت، وشها ليه بس يا استاذ حسن؟ دي عامله 190 جنيه، حلو قوي. دي مديها الملحفه شويه، الملحفه الكبيره. تمام، بصوا حاجه زي كده، دي برضه عامله كام؟ طب اديني وشها معلش تاني يا استاذ حسن. قلنا عامله 190. تمام، ثانيه واحده. قلنا دي برضه عامله كام يا استاذ حسن؟ 190 جنيه. دي نازله ادوار كده بس حلوه قوي قوي، يعني 190 سعرها تحفه والخامه تحفه كمان، حلوه جدا. والكم بومبي برضه حلو قوي. تمام. اه يا حبيبتي، اهلا بيكي، نورتيني، الحمد لله، كل سنه وانت طيبه.
الجمال زيت دي برضو 190، حلوة قوي. هو نفس اللون. ايه الجمال ده؟ طب المقاسات لحد كام طيب؟ لحد 4 اكس، عاملة 190. تمام، نكمل مع بعض كده. الجمال ده، دي عرض جديد بقى، عامل كام ده؟ 260. عايز اقول لكم في حاجات لوكسيات، واللي شفناه برضو لوكس بس كسر اسعار، يعني بواقي كده. حلو قوي الجمال ده. لا والخامة الحرير بتاعتها حلوة. دي قلنا عاملة 200 وكام؟ لا لا هي 260. والمقاسات يا استاذ حسن؟ كان عاملة زي شوية وردات كده. تمام، حلو قوي. وردات لا خرز ده بس الزهور. في حاجة زي كده برضه. هو كان ماسكها. دي عاملة كام برضه؟ 260 برضه. كل اللي هنطلعه ده عرض ال 260، بدأنا بال 190. حلو قوي. الخامة اللي فوق دي زي الكتان؟ كتان صح؟ كتان، حلو قوي. تمام. دي شغلها حلو قوي قوي. دي قطعتين. مش قطعه واحده، حلوه قوي. بصوا دي عبايه كده توينز قطعتين، شكلها حلو قوي قوي. عامله كام دي؟ 260. انا عايزه اقرب لكم بس تشوفوا التفاصيل بتاعه الشغل، شكلها تحفه. والقطع اللي فوق دي تتلبس بالروع على تلبيسه اي حاجه تانية تمشي. تبقى حلوه جدا. دي في منها الوان دي ولا لون واحد؟ لا هو لون واحد. والمقاسات؟ تمام. وفي حاجه زي كده بقى. بصوا معاها البنطلون ده ولا ايه؟ دي تونيك بقى بالبنطلون وسوسته للاخر. عامله كام من بنطلون دي؟ 260 برضه. كل ده عرض ال 260. هنا في عروض كتير جدا. المكان فيه برضه دريسات وكاجوال وفي اطفال. بصوا في حاجه زي كده برضه، حلو قوي. عامله كام دي برضه؟ 260. عايزه اقول لكم فيها شكلها تحفه. دي تلبيسه برضه تحت صح؟ منها فيها قطعه واحده يعني. بصوا الكم بتاعها حلو قوي. انا بوريكم بس تفاصيل التطريز، شكلها تحفه. لا نازله من تحت كمان ادوار. ده اللي هي شيفون، شيفون الطبق اللي فوق شيفون. تمام، حلو قوي. دي 260. تمام، في حاجه زي كده امهات. مقاسات خاصه. عامله كام المقاسات الخاصه؟ 260. حلو قوي. اعذرونا يا جماعه المكان زحمه قوي. حلو قوي قوي، تحفه. ومقاساتها كبيره قوي، عامله 260 برضو. تمام، لحد 7 اكس. دي لحد 7 اكس اللي شفناها. بصوا، طب ثانيه. الملحفه بقى بعد اذنك. بعد اذنك بصور. بصوا الملحفه عامله كام؟ عامله 260 الملحفه. في ملاحف كتير موجوده في المكان ديت، اللي هي الحرير وفيها تطريز من فوق كده. هي سيمبل قوي وشكلها حلو قوي. تمام، ملحفه بالكم اللي هو الفل اللي طلع جديد. الكم ده كمان طلع في الكاجوال الجديد قوي، اللي هو الكم ده. والملحفه حرير تحفه، حلو قوي. دي 260 برضو، الشغل كله في الكم بس. دي الملحفه اللي زي اللي شفناها العبايه بتاعتها. زي 190 بس دي الملحفه بتاعتها. 260 ملحفه سبورت، حلو قوي. تمام، دي في اللبسه هتبقى شيك قوي. دي في حاجات زي كده. دي برضو حلوة قوي. دي لحد 4 اكس. اللون ده بيتغير. عايز اقول لكم انا شايفة منه الوان. دي بلسي ضيق، ده بلسي ضيق. والكم كمان معانا اهو، كمين بلسي ونص اسود. وشايفة بصوا الوان منها كتير، كل الوانها متاحة. تمام، في الاسود في السوق كمان. حلو قوي. دي برضو 260. تمام، البلسي ده انا عارفه ان لعبات البلسي غاليه شويه. الملاحف دي طالعه قوي. لا الثانيه انا شفتش دي بصراحه، انا شفت اللي هي الورد الاولانيه دي. دي اللي شفتها سواري، حلو قوي. الملحفه السواري دي عامله كام؟ هي دي اللي انا بقول لك 260. ودي سواري برضو 260 برضو، نفس الكلام. حلو قوي. انا عايزه اقول لكم تحفه في اللبس. بصوا بصوا حلو قوي. والكم بتاعها ما شاء الله يعني تحفه. الملحفه وان سايز صح؟ وان سايز الملاحف، بس فري سايز بتبقى واسعه شويه. تمام، حلو قوي. نخش كام موديل كده ب 280، وانتم ما تيجوا ان شاء الله تشوفوا بقيه الموديلات. بصوا الشياكه دي عامله كام دي قلنا؟ 280. عايز اقول لكم تحفه الشغل اللي فيها. الكم ده سعودي، حلو قوي في اللبس، شكله خطير. وبرده مقاساتها لحد كام يا استاذ حسن؟ لحد 4 اكس. عامله قلنا 200 وكام؟ 280. حلو قوي. تمام، ده كله عرض كام؟ 280 برضو. دي قطعه واحده مش قطعتين صح؟ بس شكلها حلو قوي. على شكل روب كده، اللي هي العبايه روب المتلبسه والحاجات دي. الشغل اللي فيها ده حلو قوي، واخد الكم يعني. ده في منه الوان كمان. بصوا شكله حلو قوي.
قلنا دي عامله كام؟ 280. تمام، حلو قوي. في حاجات زي كده، كل ده عرض ال 280 برضو. بص هيفتح لكم بس الحزام عشان تشوفوا الوسع بتاعها مش اكتر. بصوا دي برضو اهي، بصوا العرض بتاعها حلو قوي، شكلها تحفه. دي زي روب كده، دي 280 برضو. اه حلو قوي. والكم ده بيتغير ولا ايه؟ ثابت يعني؟ اه لا، انا قصدي في الوان منه. حاجه زي كده برضو، دي حاجه تانية برضو، الغامق بتاعه. اه ده الفاتح وده الغامق، حلو قوي. دي 280. تمام. اه اسود في اسود برضو، حلو قوي قوي. عامله كام دي برضو؟ 280. عايزه اقول لكم المقاسات لحد كام؟ لحد 5 اكس. لحد 5 اكس موجوده. بصوا شكلها تحفه، حلو قوي. تمام، حلوه جدا. اقول لكم ما شاء الله، اللهم بارك المكان، كميه عبايات وموديلات لو قعدنا ايام مش هنخلصها. اه دي حلوه قوي برضو. دي عامله كام دي؟ جديده قوي دي. دي كمين في بعض بيتهيألي ولا ايه؟ صح؟ الكم ده بيبقى لجوه كده، حلو قوي. الخامه دي حرير برضو، شكله حلو جدا اهو زي ما انتم شايفين كده. تمام. وادي الكم التاني بيبقى نازل كده بفتحه. اه هو زي ديكور مفتوح كده، حلو قوي. والكم التاني مقفول عادي زي ما انتم شايفين كده. تمام، هو ده شكلها. عامله 280 برضو، شكلها حلو قوي. المقاسات برضو كبيره. تمام. بصوا حبايبي حاجات زي كده، انا عايزه اقول لكم لو القمر ظلمه الحاجات دي يعني شكلها تحفه. الجمال ده بصوا القمة كمان، ومن هنا الشغل حلو قوي قوي قوي. قلنا عامله 280 برضو، حلو قوي. مش هنتعبك معانا اكتر من كده. العبايات السمراء ما شاء الله اللهم بارك كتير جدا جدا، يعني بصوا كميه موديلات ما شاء الله اللهم بارك كتير. تمام، حلو قوي. ده برضو بصوا ده الادوار، شكلها تحفه. دي 280 وتمشي سوارات قوي، والكم كمان بومبي. الشغل بتاعها كله استراس، ده حرير وحرير محترم يعني، حلو قوي. تمام، خلصنا عرض ال 280. 280 صح، خلصنا عرض ال 280. بس بصوا كميه موديلات كتير، بس عشان وقت الفيديو هنبدا معانا حاجه ثانيه. بصوا عرض ال 300 دي اغلى حاجه موجوده في المكان صح. بصوا حاجه زي كده، ايه الجمال ده؟ شكلها تحفه عشان الدنيا زحمه، بس الخامه بتاعتها فظيعه، حلو قوي قوي. انا هاجي لك هنا عشان بس الناس الزحمه. بصوا شكلها كده تحفه، ايه الجمال ده؟ بصوا حلو قوي، شايفه منها الوان كمان. ده عرض ال 300، دي اغلى عبايات موجوده هنا، عبايات سمراء. تمام، في حاجه زي كده. اه دايما الطعامه قطيفه من فوق زي ما انتم شايفين. بصوا من هنا الشغل بتاعها ده قطيفه، حلو قوي قوي قوي. دي بمقاسات لحد مقاس كام طيب؟ لحد 5 اكس، يا سيمبل خالص والشغل كله فوق. تمام، حلو قوي. هو ده بمقاسه ولا لا؟ الحته اللي بتيجي بمقاسه وراها ولا لا؟ بصوا دي الخامه اللي هي الليزر او الملسعه زي ما بيقولوا، صح كده؟ عامله كام دي برضه؟ 300. كل ده عرض ال 300. الخامه تحفه، وبصوا الخامه نفسها مطبوعه، والكم تحفه، حلو قوي، رقيقه قوي قوي، ومقاساتها كبيره. تمام، حلو قوي. دي عامله 300 برضه. في حاجه زي كده، دي هننهي بيها الفيديو بقى. دي برضه عرض ال 300، بس عايزه اقول لكم في موديلات كتير قوي قوي قوي، يعني ده ما يجيش 1% من اللي احنا شفناه في الموديلات الموجوده هنا. بصوا الكم بتاع تقيل، يعني الشغل بتاعه تقيل، حاجه حلوه قوي بجد، شكله تحفه. بصوا من تحت حلو قوي. ده عرض برضه ال 300 جنيه. احنا النهارده كنا عند نور لاين، عايزه اقول لكم الاسعار هنا رهيبه مع الخامه كمان. يا ريت تنزلوا بقى تضغطوا لايك كتير جدا للفيديو. والدرس والميني درس ده لوحده هنعمله لوحده 10 دقايق دلوقتي ان شاء الله. تعبتك معايا، وشكرا قوي يا استاذ حسن على الفيديو ده.